بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مثل ما بتلاحظوا يا أصدقائي، صوتي تعبان شوي، وإن شاء الله راح أقدم قصيدة كتبتها خصوصي لأيام الحظر، واستجابة لطلب الأستاذ أحمد مكناس والمهندس الشاعر ماجد نصار. مالي تعبت وهدني الإعراب، رأسي يدور وشيمتي الإسهاب، تغزو الكآبة خاطري وعزيمتي، ويحس في الهم والإرهاب. ما كنت أحسب راحة وإجازة كالسجن حين تؤوله الأغراب، فالدار لا تهوى نزيلا دائما، غبا توافى الدور والأبواب. للروح والإلهام داري جنة، للنوم كي تتمدد الأعصاب، فيها نلاعب أهلنا ونعولهم، يرمى التكلف تخلع الأثواب. هذا مقاض الدار يوما ربما، أو نصف يوم مطعم وشراب. نغدو نمير عيالنا ومعاشنا، فيما السعادة فرقة وإياب. نسعى لأجل الرزق أياما لنا، والخير فيها عودة وذهاب. قالوا قديما في الحراك زيادة، حيث الرياضة تقدح الأقطاب. كالماء يجري في معين دائم، فإذا تجمع كده الإضراب. هذا سبيل رائق وعذوبة، هذا رقاد آسن وتراب. لا تركنوا لتقاعد متخاذل، إن الفتور منية وخراب. فروا هلموا لا تحابوا منزلا، حبس المنازل للرجال عذاب. بارك الله فيكم. وبدوري أطلب من الشاعر الكبير الدكتور أسامة حمود أن يمتعنا بقصيدة من عنده. مشكورا لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله.